بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سنكمل المهارات التي تعلمناها في تقنيات البرمجة في ASP.NET Entity Framework، واليوم سنتعلم كيفية تخزين الصور داخل قواعد البيانات ثم استرجاع الصور من قواعد البيانات. لأريكم نموذج من التطبيق ثم سأقوم بشرح الكود باختصار وبدون إضاعة الوقت، لأن هذه تقنية جميلة جدا قد تفيدنا في عند خلق المشاريع. وبالتالي بسم الله على بركة الله سندخل إلى هذا النموذج من التطبيق لنقوم بتحميل الصور ثم استرجاع الصور. إذا سأدخل إلى الواجهة الرئيسية، سأدخل إلى OFPPT Insertion إدماج للإدماج، ثم هنا سأضغط هنا لقراءة تقديم بسيط ودخول الفضاء المتدرب. إذا سأدخل إلى فضاء المقاولة، نعم، سأقوم ب Enterprise، سأدخل كلمة المرور تيست، عندي كلمة مرور تيست، ثم هنا سأدخل إلى التطبيق إن شاء الله. إذا سأجد القائمة الأولى هي اضغط هنا لوضع عروض الشغل. هذا التطبيق يقوم بعرض عروض الشغل، وكل عرض شغل يمكن أن يحتوي على صورة أو مجموعة صور ليتمكن الطالب أو المتدرب من مراجعة جميع الامتحانات التي هي موجودة ليتمكن من الحصول على وظيفة إن شاء الله، وأتمنى لكم الخير. إذا تاريخ نهاية عرض الشغل، إذا مثلا 20 مثلا 11 في الشهر، يعطي وصف للعرض. مثلا سأقوم مثلا ريكروتمون تي اس، فوالا عنوان، سأكتب كذا اكزامبل، الرابط او البريد الالكتروني نون لا سوف عليه. مثلا هنا لعدم اضاعه الوقت في كتابه الاشياء، اختر قطاع الاختصاص. سيقوم المستعمل باختيار الاختصاص مثلا انتك، فوالا. برمجنا في الفيديو السابق كيفيه برمجه دروب دون ليست، كاسكادين دروب دون ليست، يعني عند اختيار انتك سنحصل على جميع الشعب الموجوده في انتك، وبالتالي سنقوم بتكنيك دو ديفلوبمون ملتي ميديا مثلا. ثم هنا سأقوم بنشر العرض، فوالا. هنا نعم، هنا اضغط هنا إذا كانت هناك صور خاصة بالعرض. إذا سأضغط إذا كانت هناك صور خاصة به عرض الشغل. إذا سأذهب هنا، إذا سيقول لي اختر الصورة. هذا هو عبارة عن upload file upload. سيقوم المستعمل باختيار صورة ليحملها هنا. إذا سأذهب إلى البيرو إن شاء الله وأختار بعض الصور العادية، وصور عادية مثلا هذه الصورة إن شاء الله، أبرر ثم نشر الصورة. إدماج صورة إلى عرض تم بنجاح، ويمكنني أضغط هنا إظهار الصورة التي قمت بتضمينها إلى العرض. أضغط هنا وسأحصل على هذه الصورة التي قمت سابقا. لاحظ هذه الصورة خاصة، هذه التي قمت باختيارها. إذا سأريكم كيفية برمجة هذه الأشياء إن شاء الله. إذا أول شيء سأذهب إلى SQL Server لأريكم الجداول الخاصة بهذا التطبيق. هي عبارة عن جدول يحتوي على عروض شغل ثم جدول يقوم بخزن الصور، سميته تيماج. إذا تيماج سيحتوي على رقم الصورة ثم اسم الصورة ثم طول الصورة أو حجم الصورة ثم المعطيات البيناري الخاصة بالصورة. سأدخل إلى باز دوني، سأدخل إلى بروجي باهي، ثم سأدخل إلى مجموعة الجداول لأريكم الجدول الأول. الجدول أوفر الذي قمنا بالشغال عليه وهو عبارة عن أوفر يحتوي على ID أوفر، وهو عبارة عن رمز يأخذ قيم تلقائية، ثم داتفا يعني آخر أجر بالنسبة للعرض، ثم وصف العرض، ثم عنوان المراسلة، ثم النص الكامل للعرض، ثم ID فيلير يعني رقم الاختصاص، ثم يا إما
رقم المستخدم الذي وضع العرض الشغل أو الإيميل. ثم هناك ما يهمنا جدا هو طاب الإيماج. لاحظ سيف الإيماج. طاب الإيماج هو سننتقل إلى creation لنرى الحقول الخاصة بهذا الجدول. ID إيماج يكون عبارة عن in ثم name الاسم الصورة نحتاجه دائما اسم الصورة ثم حجم الصورة ثم المعطيات البنارية الخاصة بالصورة ثم رقم العرض. الصورة تدخل في إطار عرض شغل. إذن سنحاول إن شاء الله أن نتعلم كيفية خزن الصور داخل قواعد البيانات. إذن استعملنا تقنية ASP.NET Entity Framework وقمنا باستعمال ماباج أو علاقة بين الجداول الخاصة بقاعدة البيانات ثم الانتيتي فريمورك. ولمن أراد التعمق بالأشياء يذهب إلى البلاي ليست. ادخل إلى القناة، ادخل إلى البلاي ليست، ستجد جميع المواد ISP Python Analyse UML أي شيء تريده في القناة موجود، وكذلك الدروس الخاصة بالانتيتي فريمورك. إذن عندنا تيب الإيماج. إذن لاحظ أذهب إلى هنا إلى الكود، هذا الكود وعلى الكود الذي قمنا بتطبيقه. سنذهب إلى نشر العرض. نعم ولا أحد. إذن سيكون عندي أولا بروجي به أنتيتي هو عبارة عن داتا موديل سميتها في متغير إكس. ولا قمنا هنا باستعمال يوزين سيستم .io. إذا أردت أن تقوم بتخزين الصور يرجى يوزين تحميل هذه المكتبية يوز سيستم .io ثم سيستم .data.sqlclient إذا كنت تريد أن تكتب الكود. نحن سنكتب إن شاء الله الكود بسيط جدا وهو عبارة عن كود Entity Framework. إذا لاحظ جيدا. إذا قمنا باستخراج هنا لا شيء ولا هنا ما يهمنا هو هنا ولا. إذا انسر اوفر ثم كيفية تخزين الصور. لاحظ هنا عندي فايل، هذه الواجهة الصغيرة التي تحتوي على فايل ابلود وزر نشر الصورة ورابط لإظهار الصورة. إذا يمكنك أنت أن تبرمج فقط واجهة بسيطة تضم فايل ابلود ثم تضم بطن ثم رابط. إذا سنقوم بالذهاب إلى نشر الصورة، يعني كيفية تخزين الصورة. إذا كنت أحتاج نيميرو دوفر لأن الصورة تدخل في إطار تيبل أوفر، وبالتالي قمت بتخزينه في تخزين سيسيون فاريابل يسمى ID offer. أما أنت إذا أردت أن تقوم بالتجريب لا داعي لاستعمال نيميرو أوفر، استعمل فقط جدول واحد اسمه إيماج يحتوي على رقم ثم يحتوي على رقم واسم ورقم واسم وحجم والبناري الخاص باسم. هنا سنقوم بكيفية تخزين المعطيات. لاحظ أول شيء سنقوم بالتعامل مع هذا الأوبجي. هذا الأوبجي هو HTTP POST File. إذن سنقوم بإعطاء خلق أوبجي اسمه PF ينتمي إلى HTTP POST File this file upload post file. إذن كائن يعود على الملف الذي اختاره المستعمل. إذن HTTP POST File PF إيجالا this file upload POST File. لاحظ إذن كائن يعود على الملف الذي قام باختياره المستعمل. ثم نستخرج اسم الملف الذي اختاره المستعمل file name. هذا يمكن استخراجه باستعمال كلمة path get file name. لاحظ path يعني الشمع أو الرابط أو الطريق إلى الملف get file pf file name. عندما نستعمل file upload نقوم بتحميل صورة. هذه الصورة ستكون هي عبارة عن pf.filename. سنستخرج اسمه. إذا أردنا أن نقيس الحجم int file files يساوي pf.contentLength. ولا إذا لأن الصورة قمنا بأن هناك رقم صورة هو رقم تلقائي لا داعي لتخزينه لأن SQL Server يقوم بإضافة لنا العنصر 1 + 1. ثم هناك file name يقوم path get file name ثم file size.contentLength ثم
فايل اكستنشن، اذا ضروري مراجعه الامتداد الملف فايل اكستنشن path.get extension name file، سيعطيني امتداد الملف، هل هو PDF، هل هو JPEG، JPG، etc. docs، جميع أنواع. إذن يجب أن نراقب، سنقبل فقط إذا كان الامتداد فايل extension يقال .jpg .bm .gif .png فقط. أما إذا كان العكس سنقول له المرجو اختيار صورة واضحة، من فضلك يجب اختيار صورة صحيحة وليس ملف عادي كملف PDF، إذا سنقبل فقط الصور. إذا لاحظ أهم شيء هو هذا الكائن PDF الذي هو HTTP Post File، لاحظ وستتعامل معه. إذا أردت استخراج الاسم ستستعمل pf.filename، إذا أردت استخراج الحجم pf.contentLength، إذا أردت الامتداد ستستعمل ستأخذ الاسم وتأخذ امتداده. إذا سنحضر stream لأننا قمنا بالتحضير using system.io، لاحظ stream إقارة pf.inputStream، حصلنا على قناة لنمرر لها البيانات. ثم الشيء الجميل هو binary reader، يعني قارئ البينار بأرسل new binary reader stream، يعود على هذا stream كالتعامل مع الملفات. والجميل جدا والمهم هو أن المعطيات ستخزن في مصفوفة من البايت، لأن في الباز دوني لاحظ قلنا بأن image data يساوي var binary max. ولا إذا هذا أهم خطوة هي تحضير مصفوفة البايت، ثم سنقول له br.readbyte in stream.length، لاحظ. ثم سنخلق كائن image t-image يساوي image، لاحظ بأن الجدول في قاعدة البيانات استعملنا الماباج، هذا شرحناه في SQL Server Entity Framework. أي جدول في قاعدة البيانات سيصبح class في الداتا في Entity Framework، وبالتالي سيصبح عندنا Object اسمه T-Image يعود على الجدول الموجود في قاعدة البيانات، وسنقوم بإعطاء Image داتا يساوي هذا هاته المصفوفة أهم خاصية. ثم Image Size، لأن قلنا بأن الإيماج لها Size ولها Name ولها نيميرو دوفر. ثم سنقوم ب x.image.add_image ثم x.save_change. إذا كنت ضروري إن شاء الله ضروري يكون عندك بعد للمتتبعين ASP.NET ضروري لهم مهارات Entity Framework، وبالتالي ستجدون هذا الكود سهل جدا. ثم سنقول إدماج الصورة إلى عرض الشغل. هنا عندما نريد أن نستخرج الصورة سنستعمل الطريقة التالية، لاحظ سنقوم باستخراج جميع الصور، لاحظ from db selection in xtimage. هذا xtimage عبارة عن ليست خاصة بالصور، ولكن نريد فقط الصور المتعلقة بعرض. هنا استعملنا where نيميرو، ثم سلكت دابا تو ليست بوان فيرست، اخذنا اول صوره واخذنا البايت. دائما لنشر الصوره يجب ان تتوفر على البايت، البايت يساوي ليست بوان ايماج ايماج داتا. قمنا هذا الحقل ايماج داتا الموجود في قاعده البيانات. ايماج داتا هو اهم شيء، اذا هذا الحقل ايماج داتا هو عباره عن بايت. ثم سنقول له string slash image يساوي convert to baz 64 string bytes. إذا سنضع هذه البايت في صورة جديدة إن شاء الله، اسم الصورة الجديدة. ثم سنقول this image offer عبارة عن isp.image، لاحظ هنا عندنا كائن، هذا الكائن اسمه label، ثم هناك رابط، ثم هناك رابط، ولكن هناك قمنا ببرمجة isp.image ISP image لوضع الصورة، وبالتالي قمنا ب image offer، سمينا image offer بوا image URL، وعلى سنعطيه هي data .image png buzz routines h image، وهذا كود كلاسيكي لنشر صورة في control ISP 2.
ايماج لتنشر صورة يجب ان تستعمل الخاصية ايماج يو ار ال. هذه الخاصية ستمرر لها داتا ايماج بين جي باز هذه ثم سي اش ايماج، حيث قمت بتحويل البيناري الى متغير نصي كبير. اذا شكرا على اهتمامكم والى اللقاء، وارجو ان اكون قد افدتكم. اذا يمكنكم تتبع هذه الخطوات، وستقومون بنشر الصور. ما يهمنا هو هذا الأوبجي الجميل جدا هو HTTP Post File، وأهم أوبجي هو البايت والبايت، ثم لاسترجاع المعطيات نتبع هذه الخطوات. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.